عندنا عشق مجازي وعندنا عشق حقيقي. خلينا نجي الى العشق المجازي. العشق المجازي من قبيل ماذا؟ لما امرت زليخة ان يؤتى لها بالنساء اللاتي لمنها عندما راودت نادت عليهم صحيح؟ اجوا واعطت كل واحده منهم فاكهه قطعت فاكهه وسكين خلتهم بالمجلس. بعد ذلك امرت نبي الله يوسف وكان يوسف معروف بالجمال ان يدخل على النساء المجلس وذولك قاعدين ما إن دخل نبي الله يوسف وإذا بكل النساء نظرنا إلى يوسف دققنا وهمنا في جمال يوسف إلى درجة أنهم بدأوا يقطعون ويجرحون أصابعهم وهم لا يشعرون بالآلاء. متى شافوا الدم ومتى شافوا هاي الامور؟ متى؟ بعد ان ابتعد الجمال اليوسف بعد ان انتقل من المكان التفتوا الى انهم جرحوا ايديهم. في نفس اللحظه التي وقعت عيونهم على يوسف احسوا بالالم سؤال؟ ما احسوا بالالم لانهم كانوا منشغلين بماذا؟ بهذا الجمال الذي من شغلين بهذا الجمال شغلين بهذا الجمال لذلك بدأوا يقطعون أصابعهم. هذا قسم من أقسام العشق المجازي. شوف عشق مجازي هذا صحيح ولا لم يلتفتوا إلى الآلام شغلهم أمر عن الالتفات لهذه الجراح. هذا مثال عشق مجازي. تعال إلى نوع آخر من العشق المجازي بالتاريخ واحدة اسمها عزة. عزة امرأة ما شاء الله جميلة جميلة يا جمال. دخلت على كثير. هذا كثير شاعر معروف كان جالس بالخيمة يخرب السيوف يشتغل في السيوف يخرب السيوف جالس. هاي دخلت على من؟ قضية مذكورة. دخلت على كثير. هذا الشعر هذا ما إن وقع بصره على جمال عزة وهام بها واقعا تناسى الآن هو وين جالس ما يدري. صار متعلق كل فكرة وكل جارحة في بدنه متعلقة أين؟ في هذا الجمال المتمثل في عزة. وإذا به يخرط أصابعه بدل السيف ما أحس بالآلام إلى أن خرجت عزة من الخيمة والتفت إلى يدي كلها. إذن أثناء المشاهدة للجمال الذي أمامه ملتفت هذا يسمونه نوع من العشق المجازي. الآن أجيب لك شيء من الواقع هو ما حصل للكل. أغلب الناس حصل لهم هذا الأمر. إذا ينشغل بأمر مهم أو أمر كبير ما ينتهي إلى بقية الأمور. الآن مثلا أنت لو كنت تشتغل بالبيت والله دريشة خربانة باب خربان كذا وأنت تنظف خلصت أو تشتغل بالباب أو كذا خلصت رحت بعدين تريد تغسل وأنت تغسل شفت جرح ودم. شو تقول انت؟ تقول هذا من وين؟ انت تستذكر تقول ها هذا يمكننا احنا نشتغل ان جرحنا بس ما التفتنا اليه صحيح ولا لا؟ الالتفات صار متى؟ بعدين. ليش؟ لان كان فكره وعقله كله منصب على ماذا؟ منصب على العمل اللي هو فيه. ما التفت الى هذا الجرح. لم يلتفت الى هذا الجرح. زين هذا من الواقع. هذا الذي
يسمى بالعشق المجازي. العشق المجازي يا جماعة، إذا كان هذا النوع من العشق المجازي لا يلتفت الإنسان إلى الآلة، فكيف بالإنسان إذا وصل إلى العشق الحقيقي؟ شلون ما كان يحس بالآلام؟ أقول لك أنا عشق مجازي، ما كانوا يحسون بالآلام. مجازي دنيوي بحت صرف. فكيف إذا كان العشق عشق حقيقي؟ عشق حقيقي من قبيل ماذا؟ خل أجيب الأقسام من العشق الحقيقي. النماذج الآن أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، هذه مشهورة يذكرون على الإمام علي سلام الله تعالى عليه، أصيب بسهم وقع في رجله يصفيه، تحيروا أصحابه شلون الآن يعالجون الإمام يشيلونه، الإمام راح يتألم، يشيلون الإسلام راح يتألم الإمام، فشلون الحل والطريقة الآن لنزع السهم من رجل الإمام علي؟ قالوا ننتظر لين ما يدخل الى وين؟ الى الصلاة. شوف لما يهين فكر الانسان مع الله بعد ما يلتفت الى شيء. قالوا ننتظر الامام علي يدخل الى الصلاة. زين دخل الامام علي الى الصلاة، وتعرف بعد انت الامام علي اذا دخل الى الصلاة مو مثل اذا انا دخلت وياك الى الصلاة، صحيح ولا يصير قلبه وفكره وعقله كل جارح وين؟ مع الله. وهذه العلاقة يسمونها علاقة ذوبان العاشق في المعشوق وذوبان المحب في المحبوب. دخل إلى الصلاة، استل السهم من رجل الإمام، لم يلتفت إليه. وين يلتفت الإمام؟ هناك بعالم آخر مع الله. ما أن انتهى من صلاته التفت إلى أن السهم قد نزع من قدمه. هذا نوع عشق حقيقي، عشق الإمام علي إلى الله عشق حقيقي، هذا اللي كان يمارس الإمام عشق حقيقي. تعالي مثلاً الإمام زين العابدين سلام الله تعالى، الإمام زين العابدين يوم من الأيام كان يصلي، كان يصلي، واحد قاعد يشوفه، أصحابه يشوفه ويصلي. الإمام هو يصلي وقع رداءه، العباية العباية طاح، الرداء مال الإمام وقع من على منكبه. زين زين خلص الإمام الصلاة، هذا لو واحد منا طايح قدرته أول يتلغى قدرته بعدين يكمل الصلاة، صحيح ولا لا؟ ها ها طاح البشت العباية وكمل صلاة. لما نكمل صلاة إيش هذا سأله؟ قال لي يا ابن رسول الله أنت كنت تعلم يوم طاحت العباية من على كتف؟ أنت تدريبها؟ يوم طاحت تدريبها؟ قال لا العباية شكورها طايحة من على منكبك، ما التفت إليها وهي سقطت يا تطاحت، مو قطعة قماش صغيرة هي طاحت مع منكبك، مو غترة هي العباية شكورها ما التفت. قال لا هذا السبب أن هلكنا ورب الكعبة. قال شو نحتاج الموضوع نحن؟ إذا الإمام ما التفت إلى هذا الأمر وإحنا بالصلاة شلون بالصلاة؟ بالصلاة لما ندخل إلى الصلاة شلون؟ لا العقل موجود ويانا ولا القلب موجود ويانا ولا الفكر موجود ويانا، كل يشرد ويروح يطلع بالصلاة، وكأنما كل المشاكل اللي يريد يحلها وين بالصلاة؟ هاي ركعتين الصبح بحل مشاكل مال اليوم كلها في ركعتين الصبح كلها. شوف الفرق له، شوف الفرق له. احنا اعينوني بورع، ما قالوا لك تعال صير مثل الامام علي، ما تقدر توصل، صحيح معروف هذا علي علي وشأنه، امام زين العابدين يقول علي وشأنه من يقوى على عبادة علي، هذا زين العابدين يقول، لكن أعينوني بورع وتقوى وصلوا عبدي أطعني تكون مثلي. إذن هذا مثال آخر لما يدخل الإمام زين العابدين علاقته مع الله سبحانه وتعالى تكون يا علاقة
علاقة المحب المحبوب العاشق على المعشوق. هذا العشق الإلهي. لما نجي الآن إلى العباس أبو فاضل نقول هذا الكلام، نقول هذا الكلام. أبو الفضل العباس كان عشقه عشقا مجازيا أم حقيقيا؟ قطعا حقيقيا. عندما وصل العباس سلام الله عليه إلى أعلى درجات العشق كما يقرر العرفاء واشتاق إلى لقاء الله والسرعة إلى ملاقاة الله، شوق الحبيب إلى محبوبه، شوق العاشق إلى معشوقه، اشتاق إلى الله سبحانه وتعالى. شوف هاي المرتبة اللي وصل إليها العباس، سرعة الإقدام على الموت لملاقاة الله هي التي جعلته لا يحس بتلك الآلام ولا بتلك الضربات ولا بتلك هذا المقام. ليش؟ معلاقة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك أبو الفضل العباس الطعنات والضربات التي كانت في بدنه الشريف كانت كثيرة، نعم كانت كثيرة، إلى درجة أنه قطع إربا إربا وهشم هكذا أبو الفضل. يقولون السيد مهدي بحر العلوم هذا اللي جرى على العباس ليس بالهين، لما العباس ما كان يحس بالآلام ولا بالطعنات ولا بالضربات، هذا من خوارق العادات، هذا من الغرائب، صحيح ولا لا؟ ليش؟ لأنه بلغ مرتبة إلى الله سبحانه وتعالى فكان لا يلتفت إلى تلك الآلام، إلى أن قطع إربا إربا. سيد مهدي بحر العلوم معروف، ذكرنا قضيته احنا ذيك الليلة، هذا إجا عالم مرجع كبير وهي حاشيته وتلامذته يزورون طريح أبو فاضل، الله يوديكم إن شاء الله عقائل الليلة اللي نخص إلى العباس، نوصل هناك يم العباس ونقرأ مجلس تعزية على العباس. زين زين، لما إجى حضرة العباس السادن اللي هنا رحبوا به معروف سيد مهدي العلوم، رحب بالجماعة وفتحوا له السرداب، قبر يكون بالارض، اعياده قبر العباس، قبر الاغلبه تكون وين؟ تحت بالارض بالسرداب. فعلا اذنوا لمن؟ اذنوا الى السيد مهدي بحر العلوم وهي جماعته وتلاميذه، دخلوا هم يدخلون تحت الى السرداب ودموعهم تجري على خدودهم يبكون على العباس، الى ان وصلوا الى قبر العباس تحت تحت في السرداب. التفتوا القبر صغير وهذا القبر ما يتناسب مع شنو مواصفات العباس، لان اكو روايات عندنا تتحدث عن مواصفات العباس طوله، انه اذا صعد على ظهر جواده المطهرم كانت رجلاه تخطان الارض، هذا روايات. وين هاي القامة الطويله؟ وين القبر صغير؟ الكل يتساءل، سألهم السيد مهدي بحر العلوم قالوا له ليش القبر صغير؟ معروف العباس بطوله بقامته وحجمه ابو فاضل، هاي الاخبار انتوا ترونها. قال لهم السيد لعل هنالك الان انا لا اعلم، الان انا لا اعلم. باليوم الثاني، باليوم الثاني سيد بحر العلوم رأى في عالم النوم أمه فاطمة الزهراء، شاف أمه الزهراء بالله إجت إلى رحب بها، قال لها أمه لدي سؤال شغلني كثيرا واقعا. قالت له سل ما بذلك يا وليدي، شو تريد؟ قال أمه أنت تعرفين قامة العباس وصفات العباس ومواصفات العباس، طول القامة إذا صعد على مطهمه كانت رجلاه تخطان الأرض، لكن يقول لما إحنا دخلنا إلى تحت السرداب وشفنا قبر أبو فاضل شفناه صغير. يقول السيد بحر العلوم وأنا أقول قبر العباس صغير وإذا بي أسمع الأذن والتأوه من فاطمة الزهراء تنادي آه. Ha ha ha.
وسالت عمرة الزهراء على خدودي. اجل امها ليش يعني القبر صلي ليش؟ والزهراء تبكي ودمعتها على خدودي. قالت له اعلم يا ولدي اني القوم قطعوا عمك العباس قطعا قطعا. وهشم بنا باليوم وهشم ولدي العباس. تقول له ولدي بعدين لما اجى علي بن الحسين ويا بني اسد يوارون جثمان العباس حفره والقبر ارادوا يمددون العباس بطوله ما قدروا الجثه مقطعه مهشمه فكوروه وكوروه وصار قبره الذي تراه انت الان في السرداب. هذا ابو فاضي فاضي وهذا يدل على ماذا؟ يدل على عظمة العباس. عظمة العباس واللي سواه بكربلاء ايش سواه ابو فاضل بكربلاء. ولذلك من حق الحسين يخاف على اخوه كل ما يطلق ويأذن اليه ان يخرج الى المعركة يقول اليه اخي يا عباس اذا ذهبت آل امرنا الى الشتاء انبعثت عمارتنا الى الخراب. ابو فاضل انت شايل الحمل انت كبش الكثيبة وين اخليك تروح ابو فاضل؟ لكن العباس ما يتحمل يسمع صراخ الاطفال واليتامى كلهم ينادي العطش العطش ما يتحمل هذا الصوت ابو فاضل العطش العطش. فتلك المرأة تقول مات ولدي وتلك تقول ماتت طفلتي من شدة العطش. انا بالاثناء الرباب دخلت على الحوراء زينب في خيمتها حاملة طفلها الرباب. قال عينك اقرأ لك مصيبة شوية نقرأ شوية من المصيبة. اجت الرباب ودخلت على الحوراء زينب حاملة رضيحة حاملة ولدها. اجت وجلست ويا زينب قعدت ويا زينب شوية الرباب قامت تريد تطلع التفتت زينب قالت لها يا رباب وين تروحين نسيتين طفلك موجود هنا ما شلتين الولد. قالت يا زينب اخي يا زينب ان هذا الولد يموت عطشا انا ما اتحمل خذوا ولدكم يموت عندكم يموت عندكم ما نتحمل. تقول سكينة جف بنا الماء فصرنا نترقب القطرة فلا نحصل عليها. يقول سكينة اجيت ودخلت على عمة زينب يقول شفتها مرة تقوم ومرة تجلس وعلى ايديها الطفل الرضيع. تقول انا ما اتحمل حشوف هذا المنظر اخذت ابكي. حانت من عمتي التفات رأتني تبكي قالت لي بني سكينة لم تبكي؟ قالت عم انظري الى اخي الرضيع وهو ينوق بلسانه من شدة العطش. انظري إليه وقد غارت عيناه في أم رأسه. عم يا زينب قومي معي. وين يا سكينة؟ قالت نذهب إلى بعض خيام بني عمومتي لعلنا نجد قليلا من الماء نسقي أخي الرضيع إلا من خيمة لا خيمة سكينة تدور الماء. عطشهم ذوبوا واخواني الرضعان يا عم تهشاني واما الرضيع يصيح متحسر على الماء. اغلب تدخل الخيمة وتخرج من الاخرى ما لقت ماء لاخي الرضيع. العباس واقف يحرس المخيمات واذا يشوف سواده من بعيد مقبله الى ناحيته يلتفت العباس
الناس من بعيد أمة الله عودي يا سهام عودي ارجعي إلى الخيمة ما سمعت إلى أن وصلت إليك شفت عن وجهها تنادي عم يا عباس أن سكينة عم يا أبو فاضل أن سكينة ويا أخوي الرضيع أبو فاضل أنت ترضى هذا يموت من العطش انظر إلى عينه وقد غارت في أم رأسه قال بني سكينة عودي أنا أتيك بالماء رجعت سكينة إجا العباس إلى الحسين ما إن وصل إلى الحسين اجتمع أبو فاضل رمى بنفسه على أقدام الحسين ارخصني يا ابا عبد الله يقول لي حسين سكنا بطفلك الملهاف جتني يا بسلسانه وشوفته والله شعرتني وحال العزيزه وحال اخوها شلون يجذب الونه والرضيع يدير عين هلت مدامع يا خويا ووقفت حذار تردعش وتقول لي يا عمي ذايب عشاق مدة ثلاث ايام والله ما ضقت ما واحنا يا خويا الموت لازم يهلك طفلنا الله يعين الجيش لا تشتت شملنا بعدك يا خويا تغير عدوانك علينا ارخصه الحسين ولكن رخصة مقيدة يعني يأتي بقليل من الماء الى هؤلاء الاطفال ولذلك الحسين ما ودعهم وداع الشهداء خلنا يجي بالماء الى الاطفال صعد العباس على ظهر جواده لما علمت البنيات والاطفال بان العباس توجه لجلب الماء اجت سكينة ويا النساء تقدمهم سكينة الى من وصلت الى العباس قالت ابو فاضل اعطني يدك يا صاحب الغيرة مد العباس يده الى سكينة وضعتها على قلبها قالت ابو فاضل بعد ما نحتاج اتكلم قلبي وقلب المنيات يلتهب من العطش قال عودي سكينة انا اتيك بالماء انطلق العباس الى المعركة يضرب في اليمين وفي الشمال القلب على الجناحين يضرب ولا يثني تموج الخيل من يجبل على لجن الخيل أبو الحسنين إلى أن اقتحم المشرع نزل بأبي وأمي ليملأ القربة ملأ العباس القربة مد يده ليشرب قليلا من الماء رفع يده إلى فمه فذكر عطش الحسين فرمى الماء من يده خاض الماء درس جفال يروي عطش تذكر لأن أخوه حسين ذب الماي من جفه وتحس منع القربة صعد على ظهر جواده وإذا بعمر بن سعد
يقول يقول لئن أوصل العباس الماء إلى الحسين أفنوكم عن آخركم قالوا ماذا نصنع قال لهم حولوا بين العباس وبين الحسين تكدست الرايات ومالت السيوف إلى ناحية العباس على باب المخيم ينظر الى حملات ابي الفضل العباس وحسين لازم مركزه وتجري دموعه شاف نسب جيش العدا واخلى جموعه طلعت مريبة تنتظر زينب صيح الكفيل ابطال عسى قالها يا زينب للنهر حول بجود واخذها ملازم عسى تسلم دشي الخيمة واطلب من الله بينما هم كذلك وإذا بمنادي الأعداء ينادي البشاوى فلقد قطعت يمين العباس أخذ يقاتل العباس بشماله وضم اللواء إلى صدره يقاتل قتال الأبطال وهو ينادي ويقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين أخذ يقاتل بشماله يضرب فيهم وإذا بمنادي الأعداء ينادي البشارة فقد قطعت شمال العباس قطع اليمين وقطع الشمال هذا والعباس بأبي وأمي ما زال يقاتلهم ويحافظ على القربة حتى يوصل إلى المخيمات بينما هو كذلك وإذا بسهم وقع في القربة فأريق ما هو هذا والعباس يضرب القوم أجركم الله شيء أموالين أحسن الله لكم العزاء بينما العباس يقاتل وإذا بسهم مجموم انطلق في الفضاء ووقع في عين العباس فخسفه ونادي وعباسه ومصيبته تحير العباس كيف يقتلع ذلك السهم مد اليمين فوجدها مقطوعة ومد الشمال فوجدها مقطوعة وإذا بمنادي الأعداء جاء إلى العباس يا عباس أين يمينه يا عباس أين شمالك نظر العباس إلى اليمين وجدها مقطوعة نظر العباس إلى الشمال وجدها مقطوعة قال يا لعين أين كنت قبل أن تقطع يميني وشمالي قال يا عباس إن لم يكن لك يمين فهذه يميني فحمل عمد من الحديد وأوحى بها على ضامته صح ونادي وعباس خر العباس على بوضاي كرولا اسمحوا بدمه مقطوع اليمين
اشوف ابو فاضل سهم بالعين والدماء على العين الثانية شوي بصيص نور وشوف من العين شوية وإذا يشوف امرأة واقفة على راسه يشوف امرأة واقفة على راسه بالوائل واقفة على راس العفاص انا اقرأ لك الابيات بس وانت تبكي تعرفها طلعت من قبل خلاص نص العين عرفتوها راحت راحت كربلاء وصلت كربلاء وصلت طلعت من قبر هلاس نص العين وقصدت للشريعه والقلب نصين لما وقع كافر زينب على القبر ضجت واعتنت له لازم الأغلى صيح شعب قلبك يا الولد هالسار مفروض بين عداك لا ناصر ولا بعيد خل عينك على السار قعدت يمه وتناشد بحسرة أنا الزغر يا بعد يا بعيني أنا الزغر عيد العيد قعدت يما وتناشد حسرة أنا الزغر يا ضيعني أنا الزغر جيت ارفع الجسمك من على وداوي جرحك وانزع سهم بالعين تتحمل يوم خل راسك يا بعد امك وسط حجري تريد تمسح انت على راس العرس اسمع 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 خل راسك يا بعد امك وسط حجري ليش ليش بسولف لك جرح مسمار في صدري مرحومة مرحومة هالدمعة رسموها الليلة هدية لزينب اخت العباس ودوها الدمعة لزينب قول يا زينب هذه هدية تهنا من الكرة جبناها الى شهناك بالشام وسط حجري بسولف لك جرح مسمار في صدري 18 سنة وهديك من عمري إلك بالعين تفدش ما نكوني اسمعها اسمعها لك بقلبي محبة ما حد يصلها تتحمل تتحمل لك بقلبي محبة ما حد يصلها أنشدك بالله زينب يا أخوي يكفل تضيع زينب بعدك وين تروح لك بقلبي محبة ما حديد صلاة أنشدك بالله زينب يخوك فلا ومن غيرك اسمع اسمع بعد هلما تبكي عليك ومن غيرك يعد الله محملها تظل تستر وجهنا بعدك بليلة يقلها يقلها كل الأساس يرد على الزهرة العباس أبو فاضل وبكل أساس
واقف وبجانب الراية طبيت النهر بس ما خذت ماي ما شربت ما شربت كل وبكل أسف وبجانب الراية طبيت النهر بس ما بقت ماي عبد الله الربيع الذهب حشايا وانا بعي وانا بباش لون اشرب وانا ببال عطش الحسين لا تدعى اسمع عذرين يا زهر لو كثر عتمي عذرين عذرين على التقصير قصرت ويا الاولاد مؤمنين من حسن مؤمني عذرين يا زهر لو كثر عتمي ايش قالت قالت عذرك ويسام حق قلبي والله قلبي انت اول غلام تصير عند ربي انت اول غلام تصير عند ربي امشي على الصراط وشايل الجفين أخويا وشفت أمك وشافتني بالعيون